بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي محامين مصر، نبدأ كلامنا بسلامنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عيد، الحمد لله مشكلة القضاء والمحاماة اتحلت، الحمد لله ربنا كرمنا بوفد طيب راح حل المشكلة مع الدكتور شرف، والحمد لله المشكلة اتحلت وما فيش أي مشكلة. أنا سعيد إن المشكلة اتحلت والموضوع ما كبرش أكتر من كده. لا يا راجل، فعلا المستشار الغرياني ملوش سلطة على القضاء، والمستشار الزند من السعودية من جنب الحرم باعت بيان بالتعليق وان هو رئيس الأعلى للقضاء. امال المستشار الغرياني بيعمل ايه؟ طب المستشار الزند مين والمستشار الغرياني مين؟ طب مين كبير القضاء؟ مش هم قالوا عندهم شيخ ومستشار الزند وقف قال الشيخ القضاء المستشار الغرياني دلوقتي قال لا؟ ازاي؟ طب انا دلوقتي اعرف اكلم مين؟ لما احب اكلم القضاء اكلم مين؟ لا يا راجل، مستشار الزند بعت بيان تاني انه بيهدد بتعليق الحج لحين انتهاء الازمه. سعاده المستشار، مش يعني لا اجرؤ اقول لحضرتك من انتم، بس حضرتك رئيس نادي القضاء المستشار الغرياني رئيس المجلس الاعلى للقضاء، هو حضرتك اللي قلت هو شيخ القضاء. المشكله اتحلت، المشكله ما اتحلتش، محدش عارف المشكله ايه، محدش عارف انا النهارده هخش الاقي قاضي جوه ولا مش هخش الاقي قاضي جوه. الدكتور شرف شاكرا بعد ما المستشار الغرياني اقر ان المشكله انتهت وان القانون لن يحال الا بعد مجلس الشعب، فجاه المستشار الزند بيقول لا. دكتور شرف، حضرتك بعت جبت وفد رفيع المستوى على رأسه أستاذ حمدي خليفة نقيب محامين الأسبق والنقيب المنحل. هو ما حدش قال لحضرتك إن في جمعية عمومية عملها السادة المحامين فيها 18,000 محامي أقروا بإن الممثل الشرعي لهم أستاذ زكريا إدريس شيخ محامين مصر. الأستاذ مرتضى منصور أستاذي وله عندي كثير الحب والإعزاز، متهم في موقعة الجمل. حد يديني أمارة إن في حد متهم في موقعة الجمل يقعد مع رئيس وزراء مصر، يقعد مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المصري عشان يحل مشكلة محامين مصر، واللي يقول لي عليه متهم تاني يبقى الله يسامحه، ده راجل المفروض ياخد جايزة. أستاذ مرتضى أنا ببارك لك من دلوقتي، ألف مبروك، نحن جميعا وراءك بكلام دكتور شرف. وأنهي كلامي وانا مش عارف المشكله اتحلت ولا ما اتحلتش، ننزل محاكم ولا ما ننزلش، الجلسات شغاله ولا ما اشتغلتش، ولا اقول لكم زي ما بدانا بكلامنا بسلامنا هننهي كلامنا بسلامنا ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.